متابعي قناة الشوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة الشوف تي في من القصص الصادمة لمتابعي القناة. صدق أو لا تصدق متابعي قناة الشوف تي في 2021 وهادشي اللي غتسمعوا إحدى العائلات صادم متابعي قناة الشوف تي في، هادشي اللي غتسمعوا متابعي القناة صادم. فمتابعي القناة كانت واجدة إحدى الطواوير جماعة متابعي جماعة أجريسيف متابعي قناة الشوف تي في، غتسمعوا هنا اللي غتقول لكم حقائق للصادم. لا السيارة بإذن الله وإلا بدون سلطة متابعي قناة الشوف تي في. فمتابعي القناة جينا لها الدوار، جينا نشوفوا المعاناة ديال هاد العائلات. حسة من أغرب القصص راه هاديك السيارة متابعي قناة الشوف تي في ماشية جاية ماشية جاية ماشي هذاك هو عمل رجال أعوان السلطة. أختي عاودي لي المشاكل اللي عندك، عاودي لي كل شيء. شوف جات عندك قناة شوف تي في، اسمعي لي، جا عندك قناة شوف تي في، راه كاين في دولة الحق والقانون، أي حاجة كتشكي منها عاوديها لي. ما كانت لا لا دار لا لا قيطون لا حتى شي حاجة، بقينا ساكنين غير في ديور الناس، وعطانا واحد الراجل الدار سكننا فيها عام وخرجنا جينا لدار با بحيت هو كيرحل كيرجع، وسكننا فيها عاود عام وزدنا فيها تقريبا ورحلنا ورجعنا زدنا فيها عامين، ومنين ما لقيت فين نسكن درت هذا البيت هذه وقعدت من حيت جاتني صغيره ما لقيت فاش ندير لا كوزينه لا لا بيت لا والو. الصوت الصوت درت هذا البيت الصوت هذا البيت هذا البيت صغيره ستها درتها كوزينه، ومنين درت فيها القش ديالي رديتها كوزينه وهذه درتها بي، وجا المقدم شافها ورجع عيط عليهم، جا هذا اللي جا دابا شافها ورجع، جبنا يمكن غير يومين ولا ثلاث ايام ورجعوا جابوا التراكس وجابوا القوه. بقيت كنزقي قلت لهم ما عندي فين نمشي، راه ما لقيت فين نمشي، ما كاينش اللي يقول لك جيت نعطيك الدار ولا نجي نعطيك فاش السكنه، ما كاينش كلشي مقطوع، حنا ما عندنا لا ضو ولا ما لا سكنه كلشي مقطوع. وجا عندي قال لي اخرجي، قلت له ما خرجش، قال لي خرجي، جبدوني من جروني لهي وشدوني وطيحوا الدار حتى طيحوها ريبوها، وعاود بغاو يطيحوها على الحوايج. بقيت كنزقي قلت لهم حوايجي علاش غادي تضيع البيت ويضيعوا الحوايج، واش عندي السوق هنا، واش عندي منين نشريهم، ما عندي باش تشريهم، والا طاحت الدار ما يطيحوش الحوايج. وخرجت شويه وباقي شويه لاحو حدا وحتى الطريق مني كيفوت الحديد ورماوه، منين رماوه وجاو طيحوها حتى طيحوها، ومنين طيحوها ومشاو. وقال لك منين نمشيو، واي بني الا بغيتي تبني، باش غادي نبني داكشي، باش غادي نبني، كنت بنيت به بعدا ما عندي باش نبني، كنت بنيت به هاد البويته صغيره سكنت فيها وطيحوها، ومنين طيحوها ما لقيت باش غادي نبني، نبنيها بالتراب غادي تطيح عليا ان ندخل فيها ما كاين فاش ندخل، طاحت ومنين طاحت ومشاو هما مشاو لديورهم. قال لك هما عندهم الديور عندهم الماء عندهم الضوء وكلشي عندهم، قال لك روحوا لديورهم ياكلوا العشاء ديالهم بخير وعلى خير، وانا خلاوني في التراب وخلاوني في الخلا. ديك الليله انا ناض البرد حتى لهنا بردنا، وبقينا كنديروا هاد الكسب وبلعنا هاد الثقبه هادي باش ما يدخلش علينا البرد، يصبح علينا غير الحال. ومنين درت هاد ما كاين والو غير الثقبه هكا خاويه درتها على حساب البرد. ومنين درتها تما وهاد النهار قال لك رجع، وقال لك باش يدير سميتو رجع باش يشوفو، قال لي علاش واش بنيتوها، قلت له بنيناها البارح فوقاش بدينا مع الجوج ما كملناها حتى الثمانية غير انا وراجلي، انا كنرول العجنه ديال السيما وكنبدلو هو كيبني، والله الا حتى ظهري بغات تقسم زايده في 98 في شهر 3 عندي دابا 23 23 كتعاودي هادشي كامل 23 سنه عندي دابا. ومنين بنيناها ودرنا داك الكسر زعما على حساب حيت السيما مازال فازقه بغيت نغطيها باش ما يرجعش، انا صباح الحال
درت عمرت تيسر بناتي، مشيت لدار با حيت حتى دار با طاحت تما، كل شيء خلاه تما عريان. مشيت ما حيت ما عنديش الماء، انا غير الجب كان سقي وغير اللي دي ها غير البواد حطيتهم تما تما باش نمشي باش نمشي نعمرهم بالماء. كان جيب غير هادو غير فليدين، ما كان فاش نهز حتى لا عامر وسخات. واه فشكون خلاه لك؟ شكون خلاه لك يكون وسخ ولا يكون نقي؟ واه عمرتهم بالماء وكنجيبهم لهنا، كندير منهم كندير العجنه ديال السيمه، منهم كنشرب. ما عندي لا حاسي لا شي حاجه، حتى الجب حنا ما عندناش. كيديروا هنا الجب كيشريو من الماء بالفلوس وكيخويو، حيت حنا ما عندنا باش. درت كاريكس، ما درت غير الدار، قلت حتى الا قعدت لي غير الدار ما طيحوهاش ندير الجب. دابا دابا ملي طاحت الدار والفلوس ما عندي، ما عنديش فاش غادي ندير الجب. دابا الدار طاحت والجب اللي كيديروا الناس نديروا حتى انايا ما عندي فاش غادي ندير، فاش باش غادي باش غادي نديروا. الفلوس مع الناس خدامين غير الناس. ها هو طاحت الدار، رديناها بنيناها البارح في الليل. فمتابعي قناه شوف تي في للاشاره، هاد السياره هادي تبعتني قبيلات متابعي قناه شوف تي في بسرعه مفرطه، فانا ما عارفش الطريق فين غادي نجي. حتى قال لي المرافق خصك تدور على اليسار، فكيف يعقل انني ندور على اليسار وسياره مورايا تبعني بسرعه مفرطه؟ فاش دير السينيال ندور على اليسار اضطريت انني ندخل في واحد البيستا باش ما يقيسنيش هذا السيد. الجسم الصحفي او الاعلامي او المراسل ما هو الا ناقل للخبر، يجب احترام الجسم الصحفي، وهذه رساله ما خلينا فيك ينضق. لكن باش تهدوا الناس السلامه الجسديه ديالنا، حنا ماشي خايبين وحنا ماشي قباح، ما نحن الا ناقلين للخبر. كملي لي اختي. قلت لك جبت الماء باش كنجيب داك الشويه ديال الماء كنكبوه هنا، ما كيزينيش حيت ما عندناش الماء، كنجيبو غير في يدينا. ودابا ملي من دار با عنده غير الجب، حتى حنا درنا الحفره مازال ما صوبناهاش. درنا البيض، درنا البيض بحال السريج، بحال السريج، بحال السريج هو غير صغير كيرفد غير سيتير. درناه درنا قالك زعما البيت نضربو الحوايج، حيت الحوايج باقيين على برا، وعاد نديرو الجب. كسقي غير على يديا، والظهر كتوجعني ما كنقدش نهز الماء. وشي مرات حاشاك ملي ما كيكونش الماء في الجب كنطلب الحمير، حاشاك كنمشي كنتبعد. المهم كنمشي شي فير ما بعيده كنعمر الماء ديالي وكنجيب كنشرب. الماء تشرب ما كاينش. فمتابعي قناه شوف، انا ندخلوا تما متابعي قناه شوف تي في، غتشوفوا اجي وريني بعدا ملي كتجيبوا. فمتابعي قناه شوف تي في 2021 ولا 2000 خليك 2021 متابعي قناه شوف تي في، غتشوفوا هذه العائله هذه. بنت عندها 23 عام وجوج وليدات وراس لها اللي عندها 13 عام. غير ولي الله يخليها لك والله. غتشوفوا هذه السيده هي وهي وراجلها كي داروا بناو باش يجمعوا الماء. متابعي قناه شوف تي في 2021 هي غير مازوت ديالك سير اخويا. هنا حفرنا انتما متابعي قناه شوف تي في 2021 متابعي قناه. الدنيا ماشي بنايا، بنايا ماشي بنايا. الا انت يا كنت كتحس الزباله وكتلقى الماء، ولا ما كتعرف ذاك الماء منين كيجي، ولا كدوش انت يا ساعه في الدوش ولا اربعه السوايع في الحمام. فعائله بنت عندها 23 سنه هادي كتعمر الماء. متابعي قناه شوف تي في شكون خلاها؟ هادي كتولي بحال الساريج. غديري شي ميكا هنايا اختي، ندير غير تقدري صوتي عندي؟ ما سمعتك. تقدري صوتي عندي؟ هاي شوفوا متابعي القناة شوف سيدي، معاناة المرأة القرسيفية متابعي القناة. كنعمروها كنحفروها. انت كتحفري؟ واحد شي مرات كنحفر حيت ما عندنا باش. لو كان عندنا الفلوس نجيبو نجيبو الخدام يحفر يبني ويحرش يصاوب وكلشي يديرو، حيت ما عندنا باش. كنتعاونو كل نهار كنحفرو بلا ولا جوج بلاط وكنلوحوها. 23 سنة عندك؟ واحد عندي زايدة في 98. سمعوا متابعي قناة شفتي في معاناة المرأة القرسيفية في 2021 من قلبي قرسيف متابعي القناة. ما عسانا أن نقول يا ربي تنزل رحمتك، يا ربي تنزل رحمتك. فكتجيب توصل صوت المواطن، ما نقولوش مظلوم بقدر ما غادي نقولوا مواطن كيعاني، لكن غير باش توصل من الطريق لهنا خصك تنفعل نفسانيا، وخصك تعرض راسك بانك ما عسانا ان نقول. بعض المرات كيتلفوا لي الكلمات يا اختي. شنو خصك؟ شنو خصك دابا؟ خصنا يخلونا
دايره يدك تحسبي لي بزاف. خصنا يخليونا. شنو ما عندكش؟ شنو ما عندكش؟ ما عندنا الماء. الماء ما عندكش. ما عندنا الضوء. الضوء ما عندكش. ما عندنا الديور. كنطلعوا ديورنا كيهبطوهم للارض، يهبطوا ان شاء الله ان شاء الله يهبطوا ديورهم وولادهم هما، حيت هما عندهم الدار، عندهم عاود هما ساكنين في المدينه. الا طاحت دارهم غادي يكريو دار اخرى. اجي ولدي اجي الطوموبيل جايه. انا في هذا الحنا. الطوموبيل ما عجبنيش هذا الدار. انا في هذا الحنا. واخا طاحت داري ما عنديش هنا الفيلاج باش غادي نكري المدينه. الا طاحت دارك غادي تكري، غادي تكري الدار. شوف المضايقات ديال السياره متابعه قناه غادي تكري الدار. اجا ولدي اجا بنتي عندك، عندك يا بنتي عندك. انا دابا اجا بنتي هنايا دابا راكم معايا. انا دابا طاحت داري وهنا ما كاينش اللي يعتقك، كيريبو كيمشيو لديورهم كيدربو هما ولادهم. انا دابا واخا طيحوا لي ما عنديش المدينه هنا باش يطيحوا ديالي نمشي نكري وحده اخرى، واخا كاينه ما عندي باش نكريها. وما كيطيحوا كيمشيو لولادهم كيروحوا عندهم باخر وعلى خير. دار ديالك تقدروا تشوفوها كي دايره. يلا معايا خرجي بحال سير وليدي سي مع ماما سير. وانا قريت قريت. فمتابعي قناه شوف تي في 2021 وهاد السياره كدور علينا مالنا. واش حنا كنديروا هنايا الطواف ديال السيارات؟ هذا ليس بطواف سيارات متابعي قناه شوف تي في، لكن جس النبض بطريقه احترافيه. متابعي قناه شوف تي في غادي تدخلوا تشوفوا عائله قرسيفيه في كتسكن، غتشوفوا معاناه المراه القرسيفيه اقولها بصوت مرتفع. 23 سنه الا سولت على شي نهار بيض شافته غادي نكون غير كنضحك عليها. مراه كتحفر حفره فين تعمر الماء وتشربو، فما بالك انت كتشعل السباله جلست حتى 70 عام شاعله ما عارف داك الماء منين كيجي. دخلوا نشوفوا هاد المراه القرسيفيه. ضرني خاطري والله الا ضرني خاطري. ها الحوايج تضرب كلشي يهودوه علينا. ها هادي واش بيت؟ هادي واش بيت؟ انت ساكنه في عائلتك هنايا؟ انا وراجلي وولدي. هادي واش بيت؟ واش كوزينه؟ واش دوش؟ واش فين نعس؟ واش كلشي؟ دابا هذا فين كتعيشي انت ولدك وراجلك؟ لا كنطيب تما وناكل هنا، وراها صغيره والحوايج ما لقيت فين نحطهم. هاد الكوزينه كنت دايرها في ديك البيت لك زعما باش تبقى هادي شويه واسعه نعسو فيها الا جا شي حد يجلس معنا. صالة صالة كيما كيقولوا صالة صالة. ومنين ريبوها ورديت كلشي لهنا، ما لقيت نطيب، ما لقيت نعس، ما لقيت ندوش فيها، ما لقيت نجلس فيها، جاتني صغيره ما لقيت. المهم كي ندير لها ما والو، ما عندنا فين نمشيو. دابا الديور كيهدموهم، الا بغينا نبنيو ما خليوناش. الا هاد القطعه اللي راكم فيها عطيها لكم شي واحد الظلام شويه يمكن. لا شريناها بفلوسنا. شريتوها بفلوسها؟ فلوسنا. عندكم شي ورقه باش شريتوها؟ كتبتو ولا هو مكتبه؟ كتبتو يعني دابا خصكم غير تكملوها في البني، يعني غير بحال تبنيوها فين تسكنوا. دابا شريناها من حتى للطريق هنا نبنيو، وداك الشيء شايط. الا جا شي الا جا المهم الا جات شي حاجه تدخل بحال الطريق وصافي. دابا انت بغيتي غير فين تخبعي انت ووليدك وراجلك اختي. بحال منين درت دابا ديك الحفره درتها على الطريق باش مني يجي مول السيدير يلقى فاش يدور ويخوي الماء ويمشي. واه شرينا غير هاد الشيء، واخا هاد الشيء جانا صغير ولكن اللي نكون غير خلاوه لنا. كيسمي وليدك؟ عبد الصمد. عبد الصمد. وبنجعو. انا فريده اجعل. اللي غادي نقول على فريده اجي معايا اختي فريده. اللي غادي نقول على فريده الى دوار برابرا. ها دوار البرابر. اما اللي غادي نقول على فريده في دوار البرابر قرسيفيه صحيحه وبقرسيفيه ما كتخافش. لأنهم يجي تجمعوا عليا الناس ديال الدوار باش نشوف المعاناه ديالهم. لكن السياره العجيبه اللي دار علينا الرالي ديال غرناطه دكار دار جوله واتصلت بالمواطنين. اجي انت اجي انت مين كتلقى نتايا اقول ما عرفت شنو الصفه ديالو على ما سمعت عاون السلطه غير الطوموبيل يدير هكا. اجي انت اجي انت اجي انت يا اخي كاين حقوق الانسان يا اخي، ما محققش انك تقول المواطن اجي نتايا ومن السياره. سد السياره احتراما للمواطن، خرج عنده يا اخي وهضر معاه. ومني كتجي الصحافه ما خصكش تحرش المواطن على الصحافه يا اخي. ففريده كبرت في عيني هذا النهار وصمدت في وجه الدوار اللي خرجت عن الصمد ديالها. حقاش الدوار كله كان داير بيا، كل واحد هضرت معاه السياره عجيبه. نتمنى تكون لافينيات ديالها خالصه ولا سيرون ديالها خالصه فوقتها، ونتمنى تكون حتى لافيزيت ديالها دايزه فوقتها.
نتمنوا هاد السياره تكون لا فيزيت ديالها ديزافكت. نتمنى هذه غير امنيه تأمين. ماشي نتمنى. لكن فريده خرجت على الصمت ديالها. فريده عاودي لي شنو خصك بالضبط؟ حنا معاك. خصنا الماء وخصنا الضوء وخصنا ما يطيحوناش الديور، حيت ما عندنا باش نبنيو، ما عندنا باش نديرو، قال كنديرو رخصه ما عندنا باش نديروها المساعده. ما عندناش داكشي باش عندنا شويه الفلوس ندرنا بهم الدار، وها حنا بقينا على برا ما كاين باش نصرفوا على وليداتنا، ما كاين باش نديروا الدار اخرى نقولوا لنا نسكنوا فيها. داك الياجور كانوا طيحوه ورد، بقينا كنصاوبوه وكنردوه الا طاح علينا. دابا حيت كان نديروا داك الياجور كانوا طيحوه ورديناه بنينا، دابا الا طاح علينا كان غادي هما مدرقين في ديورهم وما حنينش في منادك، ما حنوش فينا، ما حنوش موت ولا نوض، بحال هما ما حاسينش بنادم، ما حاسين حتى بواحد. الا بغيت كرفس الا بغيت المهم كيما الحاجه اللي طرات لك، هما ما حايرينش فيك، ضيع ولا كرفس ولا حنا كل شيء. باغي تعيشي مزيان اختي فريده. بغينا نعيشوا بحالنا بحال الناس، بغينا ناكلوا ونشربوا. ماشي غير دويره ديالك الصوبيا اختي. بغينا الضو، بغينا الماء، بحالنا بحال الناس، بشر البشر، ماشي هما بشر، حنا واش حيوان؟ حنا ماشي حيوان. لا حاشا ما يكون حاشا. البشر البشر بحالي بحالك، البشر البشر. داكشي اللي بغي قالك داكشي اللي تبغيه لراسك تبغيه لجارك. لا وداكشي اللي بغينا حتى حنا. فين واه عنده حتى ضربه طيحوها تما، ما عندوش، هو مريض، فيه السكر، فيه العصب، فيه الحساسيه. فين باك؟ ها الدار ديالو بعيده. هذيك كتبان طايحه، الفم ديالها راه ساكن فيها. لا ما كاينش، كاين جاي راه في الطريق، جا راه جاي، ولا كاين حتى هو ما عندوش. سميتو محمد. عمي محمد، نمشيو عند عمي محمد فريده. يلا حنا نجيو عندك عمي محمد. يا اختي فريده، حنا الدور ديالنا كمراسلي قناه شوف سيفي كنكبروا بالمواطن، ما كنقولوش المواطن راه الفول كاين كولو. ها السياره العجيبه عاوتاني. كنا كولو الفول. معليش سمعتا. ها السياره العجيبه عاوتاني تبعنا. لا كياكل هو الفول، حنا ما عندناش مع الفول. زيد اخر. سير. حق الرشيد. عمي محمد. السياره العجيبه. نتمنى تكون لا فيزيت ديالها خالصه هذه. روح محمد عييتي. روح واه ارتاح. اجا اختي فريده، اجا اختي، جيبي له يشربها فريده، جيبي له يشرب. يا عمي محمد لا حول ولا قوه الا بالله. وانا نعلمك لا حول ولا قوه الا بالله. الله ياخذ ليك، الله ياخذ ليك. غيكون خير ان شاء الله. حنا جينا عندك عمي محمد، ما غنسمحوش فيك عمي محمد. انا بقى فيا الحال، لو كان بنيتها جديده والله ما يبقى فيا الحال. داري كانت مبنيه في 2009. نعم عمي نعم. وهذاك الشيء علاش؟ وما لو كان بنيتها جديده والله ما يبقى خاطري بحالي بحال الناس. العم كاع الناس كيتيحوا لهم. نعم عمي. دابا مشى قال لهم هذه جديده وتيحوا لهم، وكاني دعيت له واش ما ندعي لها للقاي ولا للشيوخ، دعيت للمقدم اللي هو اللي وراها القيد، قال له جديده، قال لك علاش ما نقولوش راها. ما تبكيش عمي، ما تبكيش، راك راجل، ما تبكيش، ما تبكيش. علاش ما نبكيش؟ ما عندي باش فريده الماء، الماء عندي باش نطلع هذاك سميتو، ما عنديش. شحال كيلومتر ضربتي؟ شحال؟ 3 كيلومتر على رجليا، وجيت نجري قالوا لا حول ولا قوة. جيب الماء جدك. لا حول ولا قوة. 2021 كتشوفوا دموع مواطن كطيح. دابا عاد انا عرفت، عاد عرفت السيارة العجيبة علاش كدور هنايا بهذه الطريقة اللي عاجبها. هاك عمي، هاك عمي، هاك غير بلاتي عليك. اش اختي شدي فيك؟ اش اختي سير سير سير. اي بلاتي. دابا انا عاد عرفت علاش هاد السيارة العجيبة كدير هاد الجولات السباقية بهذه الطريقة الاحترافية. كيسوق بيد مخرج يبيع السيارة، وتقول انت المواطن اجي، من انت باش تقول المواطن اجي؟ هذاك مواطن مغربي عليك بالاحترام. ملي تبغي تهضر مع مواطن ترجل من السيارة يا اخي، وهضر معاه بكل
تلقائيه. هذا مواطن مغربي يحمل بطاقه تعريف وطنيه، واخا جالس في هذه المنطقه اللي بعيده بزاف، لكن عنده حقوق، حتى هو ولد الشعب، حتى هو تحت الوصايه ديال سيدنا نصره الله. عمي دابا الدار ديال فريده اللي طاحت ديال بنتي، هذه ديال بنتي ومن ديال راها لي واه، ولكني انا بقى خاطري على ديالي. كانت منايا في التاريخ، التاريخ ماشي 2009 فرا هي هذيك هش قلت لك النساء اللي راها تولد هذيك اللي داك النساء ومنهم هكا راها تما طاحت وتما طاحت. نمشيو عندها كنهضروا حداها. يلا فريده يلا متابعي قناه شوف تي في، انت تسارح لي بالسياره ولا تسارح على رجلي كما بغيت يا اخي، باش تعرف باننا في دوله الحق والقانون، ولنا سياده ملكيه، كل مواطن عنده الحق انه يعبر على الراي ديالو يا اخي. فهاد السيد هذا عنده الحق انه يمشي من طنجه الى القويره، وله الحق انه يهضر على حقه يا اخي. فحتى بسيارتك العجيبه لا تخيفونا، حتى بسيارتك العجيبه لا تخيفونا، لاننا جينا نهضروا على كلمه الحق يا اخي، ونشوفوا معاناه فريده. شوف رجلين ديال فريده يا اخي، شوف رجلين ديال فريده، بنت عندها 23 سنه ومن صغرها ما سافتش نهار ابيض. نشوفوا الدار ديال الشريف هذا متابعي قناه شوف تي في، ونتمناو يتعاونوا ان شاء الله ويقاد البني ديالو وما تطيحلوش الدويره ديالو. ويقول على لساني بانها بنيه قديمه وطيحوها لي. علاش هذاك الشيء؟ علاش بغينا نعرفوا حنا علاش؟ كانت جديده وطاحنا بقى خاطر. ما تديش عمي، ما تديش، راه ما غاديش ان شاء الله. غايكون الخير، غادي يكون الخير عمي، غادي يكون الخير، غادي يكون الخير عمي، ما غايكون الخير ان شاء الله. انا معاك عمي. دابا انا عرفت على ذاك السياره العجيبه، كتمشي بكل تلقائيه وبكل راحه وبكل ثقه في النفس. انت الدور ديالك انك المراقبه يا اخي. والغريب في الامر كتمشي كيطلع الناس في السياره، يطلعوا معايا في السياره، انا علاش نطلعهم كشهود؟ فمرحبا بك يا اخي. هي هذه اللي طايحه عندك؟ هي هذه، هذه فريده. هذه الطنط كانت فيها الكوزينه نتاع عنا، كنت ندير فيها النار ملي جا قال لهم دابا عاد تبنات جديده وهي قديمه. باه قديمة هذه يا اختي، هذه 2009 هي هذه العيارات هي التاريخ ديالها. هو تشوف التاريخ ديالها كتكتبوا في السيما، عرفت كتكتبوا في السيما، السيما اختي. شوف هنا 09 ها انتم الدليل متابعي قناة شوف. شوف هنا، شوفوا هنا، هذا ليس ببناء جديد متابعي القناة، هذا بناء قديم 2009. هاد الدار هادي وهي مبنية 2009 2009 هانتوما ها السيارة العجيبة، لا تبارحوا مكانها، لا تبارحوا مكانها، السيارة عجيبة. نتمنى تكون لا فيزيت مزيانة، ونتمنى تكون لا فينيت خاصة ولا سيروس خاصة لها هي، ونتمنى تكون لا فيزيت مزيانة، نتمنى تكون لا فيزيت ديالها مزيانة. هادي غير أمنية، غير أمنية. دابا هادي كلها طاحت، والله ضيعوها مسكين. اخشي ما تبانيش ما تبيناش، عاودي على الجار ديالك. ضيعوه، جاو هدموا له الدار، ضيعوه، ما عندوش قدام غير جورني. هي جورني مسكين. حنا كلنا، حنا ما عندنا لا طوله والو. ضيعوه لنا حنايا في هذا الشيء. عاد خمسه ضيعوا لنا في هذا الشيء وضيعوه. اي واحد ضيعوه المراه على هنا عندها ولادها سمحوا بها وداروا لها الدويره هنايا وضيعوها حتى هي. جا قدام الشيخ وكل شيء جاو والفنيه طيحوها على الحوايج، كيخرجوا الحوايج، كيضيعوا الديور وكيضيعوا الحوايج. ما عندكمش، ما عندناش الضو، مقطوع على الضو ديال الماء، كيضيعوا الحوايج. حنا لو كان خلاونا غير ديور ما خصنا ضو، كنقولوا بعدا منين ما عطاوش الضو يخليونا بعدا غير ديور، كيضيعوا ولادنا، نضربوا غير ولادنا واخا ما كيشدوا بعدا نضربوا. نضربوا من البرد والشتا وبزاف باش غادي نضربوا، ولكن كنبنيو وكيطيحوا وقال لهم ما يعطيوش عاود الضو. علاش ما يعطيوش؟ فين كيعطيونا غير شد الواد، دوزوا من تما الضو، وعاود كاين الواد هاك عاود دوزوا الضو. الضو داير دايرين لنا بحال الضو، دايرين لنا بحال الزعبة، دايروا لنا الضو وهو الزح، وحنا هنا كيفاش كاينين ديور بزاف. تنقول لكم ما مداويش الحقوق، تنقول لكم ما مداويش الحقوق.
ما مدابقينش قال كنحبو حنا ما عندناش حتى ساكن هنا عندي شحال انا دخلت الكرسيف من 86 يا لطيف السلامه 86 صافي الكرسيف 86 انا ثلاثه د لاكارت اللي درت هنا اللي كانت عندي 4 سنين انا 86 اللي دخلت انا في الكرسيف 86 ثلاثه د لاكارت اللي سربيت انا هنا درت الاولى مات تهز الثانيه والثالثه دابا بقات لها عام ولا نص عام باش يعني 36 و 86 في هاد فهاد الارض وفي هاد الارض ما خرجت حتى لشي قلت كلشي كتعرفون الله هو راه اي البلاد اللي بغيت نمشي لها نقول لك غير مقدمي براسو من 86 تعرفت انا معاه النهار اللي قال لي سير شوف حدي الصندال إلا كانوا خدامين قولها لي في الليل مع العشاء ديال قلت له ما بغيتش انا الشكا من ديال السودان اللي كيحفروا الحواسي كان كنحديهم انا باش نقول له راه كيخدموا يجي يشد عليهم الطلع قلت له ماشي الشكا ديال سير وشد فيا الحسيفه النهار اللي جا القايد قال له هدم هذه راها جديده يعني من ايام السونداج وهذا هذا المشكل واقع هذا هو اللي جاب لي هذا الطيح الاخر كون حيت السونداج كون راك ما يطيحش ما يطيحش ما يطيحش قال لك داك الشيء اللي قال له تقول له قلت له ما وليتش انا الشكم ديال كنت راك على اللي عندك حنا ما كنبرققوش انا ما نقول انا ماشي حنا ماشي اللي جا القايد قال له هدم هذه راه جديده وهذه هي قديمه متتبع قناه شفتي في هذا الشيء غريب اللي سمعته 2021 هالسياره العجيبه كتحرك عاوتاني يا اخي يمكن المازوط راه خالص يمكن المازوط خالص فمتابع قناه شفتي في شوف شرتني هالسياره العجيبه هذه شوف شرتني والله الا لفت لي التركيز 2021 السيد من 86 هو ساكن هنايا وطيح ليه الدويره ديالو نقولوا زايده بلاصه رخيصه ولكن كيكون حلول متابع جماعه ورئيس الجماعه ما كاينش تقول والو تهدر تتعيا واه اللي كيمشي كيدير شغله ما كاينش اللي كيرقم شي رئيس الجماعه اللي كتقرب الانتخاب يقول لك تخبع نجيب لكم الدواء نعطيكم الماء غير كيفوت داك الشيء انسان ما يعرفناش كاع يمشي يخليونا شي غريب غايب يبعدونا غا على الدويره حنا ما بغينا الضو ما بغينا الماء حتى الضو ما بغيتيش ايوا الاختفار فشكون يعطيه لك راه قنعنا منهم تا قلت انت ما مداويش الحقوق شحال من خطره تيقولوها لنا ما مداويش الحقوق الضو هو نعطيكم غير هو صافي شحال وفات منا وفات من داير بينا الضو كلشي داير السياره العجيبه وجولتها السادسه على التوالي كيصورونا من الفوق حتى هنا ما كنبغيوش يعطيونا واه خدام هيدا هاد السيد راه عنده واحد المخالفه كيهضر في الهاتف وكيسوق بيد كنوصل الامانه الصحفيه يتكلم في الهاتف كيسوق بيد وكيسوي كيهضر بيد هاني وصلت لكم الامانه الصحفيه عبد الله سير نمشيو لهنا شنو تسمى سير واحد السيده مسكينه ديك اللي كتطلب ديك اللي كتطلب ليه الرزق فمتابعي قناه شوف تي في ما عساي ان نقول نتمنى الخير من عند الله هاد السيد راه جا كيتمشي على 3 كيلومتر باش تلاقى مع قناه شوف تي في بغى يهضر بغى يخرج داك الشيء اللي عنده جينا لقينا مضايقات من نوع خاص لكن كنجي نديرو خدمتنا واقولها ما نحن الا ناقلين للخبر اش غادي نقول عمي بغيت نسولك واحد السؤال وحشت ما نقولش علاش رمضان كي غادي يدوزو ربي اللي غادي يدوزو ماشي انا والله هاد النهار الا مشيت درت لي بريله الا سلفت باش نمشي باش نفك سلفتي باش تزيد السيف والله الا سلفت باش درتها 24 درهم الفرق منا الفرق منا ديال الترونسبور واه علي محمد لحظك علي محمد الله هادشي كلمات حق في حق هاد الشجر الله يعطيك الصبر لا اله الا الله محمد استثمرين هو ساكن فيها ستاثماني انا الناس اللي دخلت الكارتي انا الاول كاع في قريب ستاثماني ثلاثة هاد لاكارت اللي درت انا هنا الثالثة هي تموت دابا يقول لك فمتتبعي القناة ما عساي ان نقول لكم كنا عند فريدة حتى لقينا راسنا هنايا وان شاء الله غنشوف واحد حالة اخرى متتبعي قناة شيف تي في اللي غادي نقول نتمنوا السيارة العجيبة انها تعرف واحد في قانون المخالفات راه ما يمكنلكش تهضر في التليفون وتسوق بيد كيتسمى مخالفة
يعني راك نتايا خرقتي القانون هنايا. ثانيا راه مازال الكمامه مازال خصنا تدابير احترازيه ومازال الكمامه يعني خصك ديت الكمامه ديالك يا اخي. هذو جوج ديال الملاحظات الامانه الصحفيه كنأديو لكن خدمتي كنديرها بكل تلقائيه وبكل مصداقيه وبكل شق قانوني. امانتي كنقدمها لنا البت الحي ولكم التعليق متابعي قناه شوف تي في. ما غادي يكون غير خير ان شاء الله عمي. لا رحمه الوالدين ان شاء الله. بعدا غير جينا عندكم وسمعنا لكم وما خليناكمش بوحدكم وسمعنا القصه ديالكم. لا الوالدين فمتابعي قناه شوف تي في نلتقي بعد قليل. السلام عليكم.